بداية بغي نشكر موقع أو أنفاس بريس أنه تحت لنا الفرصة هذه باش نعبروا مجموعة من المسائل خاصة بمهرجان الصحراء الدولي اللي هو في الدورة ديالو السادسة مدينة أكادير أو وسط المملكة. كما تتعرفوا المهرجان هو اللي ينقل ثقافة الصحراء وياسر من الأمور لوسط المملكة حتى نقربها أو يعيشها معنا إخواننا بأكادير أو بسوس العالمة. المهرجان هذه السنة الجديد ديالو أنه عرف تقليص، يعني كانت المدة ديالو 5 أيام، ولكن لظروف يعني ما بعد كورونا تم تقليص ديالو لثلاث أيام، وعرف يعني تنشيط اقتصر على تنشيط بعض المواقع، كانوا مطروحين 4 مواقع أو 5 هذا العام، هذا نشطوا 2 مواقع، وسهل لنا النشاط ديالنا نهار 16 بندوة فكرية تتمحور حول سوس والصحراء، الصحراء وسوس، تاريخ وثقافة وفن وانثروبولوجيا. وثاني نشاط اللي كان هو الفيلم للمخرج عمر ميارة السداب، هذا فيلم يحكي يعني ثقافة الصحراء أو ما يعيشه الصحراوي، خصوصا في مسألة ترويض الجمل. من بعد هذا الشريط كان اليوم اللي هو 18 19 غشت، كان عندنا اليوم موعد مع خيمة الشعر بحديقة بن زيدون مدينة أكادير، الخيمة اللي عرفت حضور جماهيري مكثف، وأتت فضاءها مجموعة من الأساتذة والأدباء والشعراء من الجهات الثلاث للمملكة، أو بصفة خاصة الجهات الثلاث الجنوبية، قلميم ودنون، عيون الساقية الحمراء، وداخله والذهب. واضطر هذه الخيمه الاستاذ الكبير الاذيب الاستاذ مجاهد خطاري. وكما لا يخفى عليكم ان المهرجان هو مستمر الى يوم 21 غشت ان شاء الله، سيعرف يوم غد السبت 20 غشت الزيارة الرسمية للوفد الرسمي لقرية المهرجان المتواجدة بالحي المحمدي، هذه القرية التي تتوفر أو التي بها منصة فنية ومعارض للمنتجات المحلية والصناعة التقليدية الخاصة بمدينة بجهة سوس ماسة وكذلك الصحراء. كما تعرف خيم موضوعاتية تنقل ثقافة الصحراء بكل تجلياتها من خلال العرس الصحراوي والمطبخ الصحراوي، وكذلك هذه خيام موضوعاتية، وكذلك المسيد وأشياء أخرى سوف نتعرف عليها إن شاء الله غدا إن شاء الله. كما أنه كان هناك فنون تبريدة اللي غادي تعرف الاستمرارية اللي بدأت اليوم الجمعة وغادي تعرف استمرارها حتى يوم الأحد 21 غشت. وكذلك لا ننسى اللز أو ما يعرف بعروض الهجن، هذه الثقافة التي يعني غنية وممتعة وجديرة بالمتابعة.